التعرق الزايد سواء لليدين أو للقدمين أو في منطقة الإبطين. مشكلة بتقابل ناس كتير وبتكون فعليا محرجة ليهم، وبتكون النتيجة انه بيتنقل ما بين الكريمات وما بين الخلطات الشعبية، او في بعض الحالات ممكن تنتهي بالجراحة. يا ترى ايه هي اسباب التعرق الزايد؟ ويا ترى ايه هي العلاجات المتوفرة ليه؟ وهل فعلا في حل بسيط وآمن وفعال للتعرق الزايد ولا لا؟ خليكم معايا. السلام عليكم، انا حسين لطفي وحضرتك بتتابع قناة اوكتوبس فارماسيست، حلقة كل يوم ثلاث من لازم تعرف. اهلا بيك. تعالوا كده في كام نقطة بسيطة نتعرف على التعرق الزايد، ايه هو وازاي بنعالجه. اول حاجة تعالوا ناخد فكرة عامة كده عن الموضوع. العرق ليه مميزات كتيرة جدا لأجسامنا، ويمكن اهم ميزة فيه انه بيظبط درجة حرارة جسم الانسان. فلما يكون الشخص حرارته مرتفعة يبدأ العرق يطلع، المية تتبخر من سطح الجلد، يقوم درجة الحرارة تنخفض بشكل طبيعي. في ناس بقى العرق عندها شغال الله ينور، يعني صبح وليل صيف وشتاء العرق عندهم فعلا بيكون بشكل متواصل. يعني هتلاقي أشخاص دايما إيديهم عرقانة، مش عارف حتى يسلم على حد، اي حاجة بيمسكها بيبلها، مش عارف حتى يمسك القلم، مش عارف حتى يستعمل الادوات بتاعته في الشغل، وبيكون فعلا الموضوع محرج بشكل كبير جدا ليه. او بعض الاشخاص بتبقى المشكلة عندهم في القدمين، دايما رجليه عرقانة باستمرار، دايما اي حاجة بيلبسها ما بتكونش مريحة ليه، ودايما بيعاني من فطريات ما بين اصابع القدمين، ودايما بيعاني من روايح القدمين الكريهة. او التعرق الزايد ده يكون جاي في منطقة الإبطين، وطبعا دي مش محتاجة كلام لان اغلب شركات مزيلات العرق بتلعب على النقطة دي تحديدا. والتعرق الزايد مش بس بيكون ليه مشاكل نفسية، لا ده ساعات كتيرة جدا بيعمل لي مشاكل واضحة مرضية. يعني ممكن يكون السبب في تغير شكل الأظافر، ممكن يكون السبب في ظهور زوايد وسأليل جلدية، ممكن يكون السبب في التهاب بصيلات الشعر، وممكن يعمل التهابات جلدية واحمرار وحكة وفطريات. طيب يا ترى ايه هي بقى أسباب فرط التعرق أو الهايبر هيدروسيز؟ في الأغلب مشكلة فرط التعرق بتظهر عند الأطفال تحت سن البلوغ، يعني المشكلة لما تظهر بتظهر تحت سن ال 13 سنة. وعندنا نوعين مهمين جدا من فرط التعرق. أول حاجة بيسموه الـ primary hyper hidrosis أو فرط التعرق الأولي، والحقيقة النوع ده بيكون مجهول السبب وبيكون مشهور في العيلة دي، يعني نوع من أنواع الوراثة. يعني الشخص بيكون سليم تماما، ما عندوش أي مشاكل صحية، المشكلة الوحيدة اللي بيعاني منها إن عنده فرط تعرق. ممكن بقى يحصل في أي مكان في الجسم، ممكن يكون عنده في اليدين، ممكن يكون عنده في القدمين، ممكن يكون تحت الإبطين، ممكن يكون في الوجه، أو ممكن يكون في الرأس، لكن صحيا هو سليم تماما. وأغلب المصادر بتتكلم إن المشكلة دي سببها الجهاز العصبي. الشخص عنده الأعصاب بتبقى شغالة بشكل أعلى شوية من الطبيعي، عنده نشاط في الجهاز العصبي. أما النوع الثاني فبيسموه secondary hyperhidrosis أو فرط التعرق من النوع الثاني، ودي بتظهر بشكل مفاجئ وملهاش عمر معين. يعني الشخص عايش عمره طبيعي تماما وفجأة يظهر عنده تعرق زيادة في جسمه، وده بيكون متعلق بأمراض أو بأدوية، فطبعا ده مؤشر خطر ولازم نعرف السبب وراه. طيب يا ترى ايه هي الأسباب اللي ممكن يظهر من خلالها فرط تعرق في الجسم؟ أول حاجة ممكن يحصل مع مرض السكر، وكنا اتكلمنا في سلسلة كاملة عن مرض السكر، وهسيب اللينك بتاعها في الوصف أسفل الفيديو للي يحب يرجع ليها. الحاجة التانية بتحصل مع أمراض ومشاكل القلب. الحاجة التالتة العرق الزايد ممكن يكون من أعراض اضطراب الغدة الدرقية، واحنا حاليا بنتكلم عن أمراض الغدة الدرقية، وكمان هسيب اللينك بتاعها في الوصف أسفل الفيديو. الحاجة الرابعة ممكن يحصل مع بعض أمراض الرئة. الحاجة الخامسة بيحصل مع السيدات لما بيبدأوا يدخلوا في سن انقطاع الطمس،
وكنا اتكلمنا عن الموضوع ده في حلقة منفصلة، وكمان هسيب اللينك بتاعها في الوصف أسفل الفيديو. ممكن يحصل مع المرضى اللي عندهم الشلل الرعاش أو مرض الباركنسونيزم، ممكن يحصل مع الناس اللي عندهم أمراض في الكلى أو أورام في الكلى، وكمان بيحصل مع الناس اللي عندهم اضطرابات ومشاكل في الغدة القزرية، وكمان ممكن يحصل أثناء استخدامنا لبعض الأدوية النفسية زي النورتريبتالين وزي الديسبرامين، واخيرا ممكن يحصل مع بعض الفيتامينات والمكملات الغذائيه، ويمكن اشهرهم هو استعمال الزنك بتركيزات عاليه. طيب بعد ما خدنا كده مقدمه بسيطه على موضوع التعرق الزايد، يا ترى بقى ايه هي العلاجات المتوفره حاليا لعلاج التعرق الزايد؟ تعالوا كده نتعرف واحده واحده على العلاجات المتوفره، وفي الاخر هنعرف طريقه كويسه جدا وامنه جدا. اول طريقة ويمكن ديت الاهم والاشهر على مستوى العالم، وهي استعمال املاح الالومنيوم. طبعا دي اهم مادة موجودة تقريبا في 99% من مزيلات العرق. طبعا موضوع املاح الالومنيوم دي عليها كلام كتير جدا، بيتقال ان هي ممكن تعمل سرطان في الجلد، بيتقال انها بتعمل مشاكل كلاكيع تحت الجلد ودمامل، بيتقال انها ممكن تعمل حكة واحمرار وحساسية. اغلب الكلام ده فعليا ممكن يكون حقيقي وناس كتيرة بتقابله، الا موضوع الكانسر، موضوع سرطان الجلد ده حتى الان مفيش دليل واحد بيربط ما بين استعمال الالومنيوم وموضوع سرطان الجلد، فما نقلقش من الحكاية دي. وبالرغم من المشاكل الكتيرة بتاعت املاح الالومنيوم، الا ان اغلب الاطباء بيلجأوا ليه كاول طريقة في العلاج لانه فعلا فعال جدا. وعندنا في الطب الشعبي حاجة من نفس تركيبة الالومنيوم وهي الشابة. الشابة بيكون من ضمن تركيبتها املاح الالومنيوم، ويقول لك اطحنها وحط عليها بودرة التلج وحط عليها المسك، في النهاية هي هي املاح الالومنيوم. الطريقة الثانية في علاج التعرق الزايد وهي اننا نستعمل كريمات موضعية، عادة بتبقى خاصة بالوجه وبالراس، بتكون فيها مادة الجلايكوبيروليت. المادة دي مشهورة فعليا انها بتقلل جدا من الافرازات بتاعت الجسم، فممكن نستعملها لتقليل حمض المعدة، ممكن نستعملها علشان نقلل اللعاب بتاع الفم، ممكن نستعملها علشان نقلل السوائل في الرئة، وكل الحاجات دي مشهورة أثناء العمليات. علشان كده في بعض الحالات بنستعملها مع الكريمات علشان نقلل العرق الزايد في الوجه وفروة الراس. الحاجة الثالثة، استعمال بعض الأدوية النفسية ممكن فعليا بيقلل العرق، لأن زي ما قلنا إن الأعصاب لما تبقى مضطربة بتزود من إفراز العرق، ولكن الحقيقة إحنا بنستعملش الطريقة ديت إلا في حالة وحيدة، وهي حالة السيدات اللي بدأوا يدخلوا في سن انقطاع الطمس. الطريقة الرابعة وهي استعمال حقن البوتوكس. استعمال حقن البوتوكس تقريبا بيوقف الغدد العرقية من 6 ل 12 شهر، ولكن مشاكلها انها بتعمل ألم في مكان الحقن، وكمان ممكن يعمل خدلان مكان الحقنة نفسها. الطريقة الخامسة وهي الجراحة. الحقيقة ان خطوة الجراحة في منها كذا نوع. اول حاجة ممكن تبقى حاجة موضعية بأجهزة زي استعمال المايكروويف، او ان الدكتور يخش يشيل الغدد العرقية، ودي بتبقى جراحة موضعية، يعني مش هيبقى فيها بنج كامل، بيكون بنج موضعي، او ان الدكتور يخش بقى يشيل العصب اللي واصل للغدد العرقية، وطبعا ديت عملية كبيرة وبتحتاج بنج كلي. ولكن طبعا خطوة الجراحة دي بتبقى اخر خطوة لما كل الخطوات بتفشل مع المريض. دي اهم واشهر 5 خطوات معروفة ومعترف بيها عالميا. طبعا في خطوات تانية مش معترف بيها ومشاكلها كبيرة جدا. في بعض الناس بيستعملوا الفورمالين بتركيز 3% ويقول لك استعمله لمدة 5 دقائق كل يوم. طبعا ده ليه مشاكل كبيرة جدا على الجلد ويفضل ان احنا ما نقربش ليه. بعد ما تعرفنا كده على اهم واشهر 5 خطوات لعلاج التعرق الزايد، وزي ما عرفنا كل طريقة بيكون ليها مميزات وبيكون ليها عيوب، يا ترى بقى في طريقة سهلة وبسيطة ممكن نعملها في البيت؟ الطريقة ديت اكتشفها طالب في كلية الهندسة، كان بيعاني بشكل كبير جدا من المشكلة دي، وسمى الجهاز بتاعه ايونتوفوريسيس. ببساطة هو جهاز بيستعمل الكهرباء
بفولت منخفض جدا، فتقوم الكهرباء تقلل بشكل كبير جدا حساسية الغدد العرقية للأعصاب اللي واصلة لها. الجهاز بيجي معاه 3 قطع، قطعة لليدين وقطعة للقدمين وقطعة لمنطقة الإبطين. ومش شرط تشتري الجهاز كامل، ممكن تشتري الجهاز والقطعة اللي انت محتاجها فقط. طيب ايه هي طريقة استعمال الجهاز ده؟ اول حاجة بالنسبة لليدين والقدمين، القطع البلاستيك دي بيتحط فيها كمية مية قليلة جدا، وبتكون القطعة دي متوصلة بالجهاز اللي هيطلع كهرباء او فولت منخفض. اما لمنطقة الإبطين فهو عبارة عن سلك عادي جدا بيكون ليه غطا وطبعا بدون مية. بنستعمل الجهاز ده اول شهر من 7 إلى 8 جلسات، يعني تقريبا كل اسبوع جلستين، وبعد كده بنستعمل جلسة كل اسبوع الى اسبوعين لمدة 2 شهر كمان. الجلسة في المتوسط لليدين بتبقى تقريبا حوالي 20 دقيقة، والجهاز بيكون متظبط على 20 ملي امبير. لكن في حالة القدمين بتبقى فترة اكبر، بتبقى تقريبا 30 دقيقة الجلسة الواحدة، وبيكون الجهاز متظبط على 25 ملي امبير. طبعا في حالة الإبطين بتبقى فترة اقل وكهرباء اقل، بتبقى الجلسة من 10 ل 15 دقيقة، وبيكون الجهاز متظبط على من 10 الى 15 ملي امبير. ميزة الجهاز ده انك ممكن تغير الكهرباء زي ما انت عاوز، يعني فرضا انت بتستعمله على اليدين ولقيت ان 20 ملي امبير مش مريحة ليك، ممكن تقلل الملي امبير بسهولة. وطبعا كده الفترة بتاعة استعمال الجهاز في كل جلسة هتزيد. علشان كده اي جهاز هتشتريه الموقع بتاعه هيبدأ يعرفك، يقولك دخل بس كده الملي امبير المناسب ليك، واوتوماتيك هيبدأ يحسب لك الفترة المناسبة مع كل جلسة. مست الجهاز ده انه ناجح بنسبة 80% بعد اول شهر بس من استعماله، ولانه امن جدا ممكن حضرتك تشتريه اونلاين بشكل طبيعي وحتى بدون استشارة طبيب. الجهاز شوية ممكن يكون غالي لبعض الناس، سعره تقريبا حوالي 500 دولار، والجهاز ده متوافق عليه في الاتحاد الاوروبي، وهتلاقيه موجود في اغلب المستشفيات. علشان الشخص اللي مش قادر يشتري الجهاز ممكن بسهولة يستعمله في المستشفى، طبعا بعد موافقة شركات التأمين. في النهاية عندنا نقطتين مهمين مع الجهاز ده. اول حاجة، في بعض الحالات القليلة بعد سنة من استعمال الجهاز بيرجع العرق يزيد مرة تانية. هنا هنرجع نعيد ونكرر نفس الخطوات، ولانه جهاز امن فما فيش مشاكل ان احنا نرجع نستعمله كل سنة مرة. النقطة التانية والمهمة جدا، وهي مين هم الناس اللي ممنوع عليهم استعمال الجهاز ده. اول حاجة الحوامل. الحاجة التانية اي شخص عامل عملية ومركب في جسمه جهاز بيشتغل بالكهرباء، يمكن اشهرهم هو البيس ميكر اللي بيظبط نبضات وضربات القلب. لكن مش ده بس، في اجهزة تانية بنستعملها زي بعض الحالات اللي بيركب جهاز في المخ علشان مرض الباركنسونيزم، او في بعض الحالات الناس اللي بتركب جهاز للمعدة اللي بيكون عندهم شلل في عضلة المعدة. فعموما اي حد عامل عملية ومركب جهاز بيشتغل بالكهرباء يبقى بلاش نستعمل معاه خالص موضوع الايونتوفوريسيس. او الحالة التالتة، الشخص اللي عنده التهاب مزمن في الاعصاب الطرفية زي مثلا مريض السكر، فدي كده خليها في بالك لو حد سألك على الجهاز امتى يكون ممنوع عليه استعماله. بكده يكون فيديو النهاردة انتهى، اتمنى ان اكون قدمت لحضرتك معلومة جديدة ومفيدة. في النهاية كل الماتيريال والمصادر اللي بستخدمها هتلاقيها موجودة في لينك اسفل الحلقة، تقدر حضرتك تحملها بشكل مجاني، وكمان تسجيل الفيديو هتلاقيه موجود في لينك اسفل الحلقة، كمان تقدر حضرتك تحمله بشكل مجاني. في النهاية يا ريت لو عجبك محتوى الفيديو والقناة تعمل لايك وسبسكرايب وشير. شكرا، واشوفكم الحلقة الجاية من اوكتوبس فارماسيست. في امان الله.